هتل هاي شد 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 اجاب احافيد ها الثقافة المغربية وتبي وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لا يجرب فليتفضل صديقي الأستاذ أيوب الإدريسي ليتمم حتى التناثر النشيد الوطني أدعوكم مفردا بصيغة الجمع حكيما صدق الله العظيم. إذن مع التلقاء الموالية لصربة نداها حسن مرادي. صراحة فرحين بالتواجد ديالنا في هذا الملتقى ديال الأسبوع الجمال اللي كتحتضنوا مدينة كلميم كل سنة، واللي كيعرفوا على التنظيم جد متميز يتدخل فيه الدور ديال السلطات المحلية مشكورة، كذلك المصالح الخارجية والمجتمع المدني لتعريف بمنتوجات المجالية ديال المنطقة وتعرف بما تسخر به المنطقة من منتوجات تقليدية اللي عليها واحد الطلب كبير كبير خاصة في هذه الفترة في السنة. والمدينة كتعرف كذلك توافد ديال الجالية المغربية المقيمة في الخارج والناس من جميع أقاليم ديال الجهة للاحتفاء بهذا الأسبوع اللي هو مفخرة الصراحة لجهة كلميم والنون، ونتمناو إن شاء الله الاستمرارية ديالو ونشوفوه في نسخ جديدة إن شاء الله متميزة. قدمنا من مدينة السمارة من أجل متابعة هذا المهرجان الثقافي والفني أو ما يعرف بالموسم حاليا ما نحن نعرفه بالقدم بالمقار، فالمقار يمثل تجسيد للثقافة وللموروث الثقافي والمحلي لمنطقة واد نون من خيل وإبل وخيام وكل عادات أهل الصحراء، فالحفاظ عليها هو حفاظ على أساس الحياة بالنسبة للأجيال الصغيرة التي تتابعنا وهي شغوفة من أجل رؤية هذه الأنشطة التي تمثل تاريخ الآباء والأجداد وتاريخ منطقة واد نون العريق بمكوناته، فشكرا لكم على هكذا أنشطة وعلى هكذا موروث ثقافي. لا غير واحد اللي جد دابا فرحانين الحمد لله فرحانين الله يجازيكم بخير. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.